رئيسة مؤسسة القلب الكبير ألقت خطابا مطولا أثنت من خلاله على هذا العمل الإنساني النبيل الذي قدمته بعثة الأزهر الشريف للقافلة الطبية، مشيدة بتحملهم للصعاب في سبيل تقديم هذا العمل. كلمة السيدة الأولى بترجمة صوت الزميلة إشراق عبد الله رحمة. سيداتي وسادتي أعضاء مؤسسة القلب الكبير، السيد رئيس وفد القافلة الطبية المصرية، الضيوف الكرام، سيداتي وسادتي، هناك عمل يستحق أن نطلق عليه اسم إنساني، فهو في الواقع تقديم المساعدات الكريمة إلى المحتاجين أو المرضى. وإن جامعة الأزهر المصرية قد قدمت الدليل الأكثر تعبيرا بإرسالها قافلة طبية متعددة التخصصات إلى بلادنا. إن هذه القافلة كانت تحت قيادة رجال ونساء يتصفون بروح الكرم وحب الخير، وقد نشروا الأمل في قلوب أبناء وطننا الذين كانوا يعانون من أمراض مختلفة. إن الروح العالية والإيثار على النفس التي أظهرتها القافلة الطبية المصرية تستحق كل تقديرنا. السيد رئيس وفد القافلة الطبية، إن العرفان بالجميل هو البرهان المعبر الذي يمكن أن نقدمه إليكم للأعمال الإنسانية السامية التي قمتم بها، فلا يمكن لأي مكافئ ولا امتياز أو أي جائزة أن تكفي لإظهار والتعبير عن الشعور الذي يحرق أعماقنا. إن أبناء وطننا بإقليم والداي الذين استفادوا مجانا من العلاج الطبي لمدة أسبوع يقدرون تماما المشاعر القلبية الصادقة لهذه القافلة الطبية، فبفضل صفاء القلوب إنهم يشعرون الآن بالارتياح التام. فهذا هو معنى وأهمية شهادة العرفان والتقدير التي تمنحها هذا الصباح مؤسسة القلب الكبير للقافلة الطبية لجامعة الأزهر الشريف المرموقة. سيداتي وسادتي، تتمنى مؤسسة القلب الكبير تكرار هذا العمل الإنساني حتى يشمل الأقاليم الأخرى للبلاد. كما أتمنى أيضا بأن الشراكة القائمة بين القافلة الطبية لجامعة الأزهر الشريف والمؤسسة التي أترأسها أن تعزز أكثر فأكثر وتأخذ في المستقبل حجم إهرامات الجيزة. كما توجه بالشكر إلى حاكم إقليم والداي وجميع السلطات المدنية والعسكرية لتواجدهم اليوم إلى جانب فريق القافلة. وأود أيضا أن أعرب عن امتناني لمسؤولي مستشفى أبشي الذين قاموا بتعبية جميع الطاقم الطبي والموظفين لخدمة هذا العمل الطبي المفيد للغاية. وبالمثل أرحب بمساهمة الصليب الأحمر في أبشي وكذا منظمة أديس الذين قدموا الدعم المتعدد الأوجه لفريق القافلة. كما أتوجه بشكر خاص إلى الدكتورة فاطمة تنبوشة طبيبة أمراض النساء الوحيدة التي شددت الرحال إلى أبشة طوعا وبمحض إرادتها وعلى متن سيارتها الخاصة، وقامت بدعم القافلة بقوة من خلال العمل الاستثنائي الذي قدمته عبر إجراء الفحوصات الطبية وعن طريق الموجات فوق الصوتية. وأتمنى لأعضاء القافلة عودا حميدا إلى بلادهم الجميل والعظيم، وأشكركم على حسن إصغائكم.